الحمد لله، السلام عليكم. هناك بعض الناس تعاني من الأمراض ويذهبون إلى المستشفى أو ليس يوجد دواء لذلك المرض، مرض مستعصي، فيعانون يعني يوميا بمرض معين في أجسامهم. نطلب الله أن يشافي الجميع. يسألون الناس عن ما هو الشفاء؟ الشفاء المعروف للأمراض المستعصية وهي الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي تشفي الأمراض. فالبرنامج الذي سأعطيكم بإذن الله وهو آية الكرسي والصلاة على النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين. إذا أتبعت هذا الورد يوميا إن شاء الله أي مرض تشفى به كيفما كان مستعصي أو مرض عادي. فقط يجب عليك أن تقوله يوميا. إذا لم تقم بهذا الورد يوميا أقل عدد وهو 40 يوما، 40 يوما وأنت تقول هذا الورد. أما أنا أنصح به بالاستمرارية، بالاستمرارية يوميا بدون عدد، يعني يوميا يوميا يوم حتى يختفي كل الأمراض من جسدك، وهو في جلسة واحدة. في جلسة واحدة ستصلي على النبي بالصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية 101، تصلي على النبي 101 بالصلاة الإبراهيمية، وتقرأ وراءها آية الكرسي 101، تقرأ آية الكرسي 101، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين 1000 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين 1000 مرة. تتبع هذا الورد يوميا وتشفى إن شاء الله من جميع الأمراض كيفما كان نوع المرض، كما قلنا مرض مستعصي أو مرض عادي تشفى منه. وهذه الوصفة إن شاء الله فيها عديد من الفوائد، ليس فقط للأمراض، تنقية الجسم من السموم كذلك، والقوة في الجسم، وعديد من الأشياء، وإحياء الخلايا الجسم بإذن الله. ولكن الإنسان الذي وعنده مرض مستعصي سيركز على ذلك المرض ويفعل الورد بإذن الله وسيشفى، والشفاء من عند الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.